بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ثم يصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة؟ وهل هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟ كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا في القصيم؟ أي صحراء يا شيخ؟ طيب أي صحراء ما يصح. إذا قدرنا أنهم في الشام كيف يجعلون الشمس على يسارهم؟ هم في أي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم؟ لا لا غلط، هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما في صلاة العصر، لكن في الشتاء تكون على اليمين، على اليمين قريبة، وفي الصيف تكون بعيدة، تكاد تكون على يمينك رأسا 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر، فالظهر في الصيف عند انتهاء طول النهار تكون على 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 رأسه، على رأسه عند الزوال. وأما في الشتاء فتكون على اليمين، تكون على يمين. أين هنا في نجد؟ ويختلف أيضا نجد بالنسبة للجنوب منها والشمال منها والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات ولله الحمد تدل الإنسان، آلات مرقمة بأرقام معينة، وآلات مركبة على خطوط الطول والعرض وغير ذلك، ومتنوعة. من أحسن ما رأيت ساعة العصر، ساعة تسمى ساعة العصر تدلك على أوقات الصلاة وعلى القبلة، لكن لها برنامج يحتاج الإنسان إلى معرفته، فهي تدل على القبلة. نعم.